بيز روزا مفروزا محدي سطح الغلا شبكتهم زي هولان اول ما بيلمحوني بيجوا طالبين هدنا عايزين يعرفوا اللغز منك من الواد كونان ازاي من اين لك هذا بسيطة يا زميلي مش بنشغل بالشماتة عيني على رزقي وعلى رغيفي بس وربي بينصف كل مجتهد فماليش غيره شق اي سبتلكوا الحقد والغيرة لو كلامكم مش جايب يبقى نقفل على السيرة مالتي سيربل بس محتوى جيمال على المستقبل اتصل قال لي انت اللي انتصر ما باخدش اي ريسك لا 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 كل يوم باخد ريسك وقت الزروة بصكم منفس لا 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 سمعتش ليكم اي حس اي حس عارف ان سيرتي بتسم بدنكو حطيت عليهم فطبيعي انه يتزاملوا البت فليرت هي وتشيرتي بيتخانقوا اسمه جنبي اسمي فاعتبرني بجامله لا بجد جدكم البلا الناس دي عاملة عمية ناحيتنا واخد بالك مسألة زمن ويقولوا اني طفرة في الوسط الفني زي مايكل بلاك او مرة دي ماشيها بالزو هتاونا ارميها كوبليه او او لو هتقمص الدور صدقني هتحتاج لدوبلير وتكمل الصورة مونتير طرمين جوه اكلير قال لي عايز بيف رجعته جنب السوتير ما باخدش اي